يعني من ضمن ما ألقي من كلمات ومن ضمن ما رفع من شعارات وأيضا من هتافات بأن الحياة في غزة بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأنه من لم يستشهد بالنار والدمار يموت جوعا. سلاح التجويع هذا كي تركع غزة، وغزة لن تركع كما يؤكدون. المجاعة تلوح في الأفق وما من أحد يحرك ساكنا لا في دول عربية أو إسلامية أو حتى في العالم. صبوا جام غضبهم على كل من ينظر إلى غزة ولا يحرك أي خطوة من أجل دعم غزة. صحيح هناك كان ثناء لما يقوم به الأردن من خلال الإنزالات الجوية ولا سيما الأخيرة. اليوم كان هناك بالمناسبة دينا كان هناك إنزالات جوية، وهذه الإنزالات خلال هذا الأسبوع هي لم تكن فقط على المستشفيين الميدانيين، لا، هي توسعت رقعة جغرافيتها لتشمل قطاع غزة وعلى وجه التحديد شمال قطاع غزة ومدينة غزة. هذا هم ما يريدونه، هم يريدون إيصال كل الدعم، كل الدعم الغذائي والطبي والإغاثي إلى أهالي قطاع غزة. يرفضون الحصار ويجددون ويؤكدون دعمهم للمقاومة، وكانت هناك تحية إلى المقاومة الفلسطينية، إلى مقاومة غزة وإلى كل من يدعم غزة من المقاومة. كان هناك تحية إلى أسياد البحر الأحمر كما وصفوهم خلال هتافاتهم إلى اليمن، إلى اليمن العروبة. وهناك أيضا تحية إلى حزب الله في لبنان هناك، وإلى سوريا وإلى العراق. وكان هناك تأكيد على رفض التطبيع وعلى رفض أي دعم لإسرائيل من خلال بوابة التطبيع. وهناك مطالبات بالانفتاح على المقاومة ودعم هذه المقاومة بكل الإمكانيات اللازمة، وليس فقط من خلال الدعم المعنوي. المقاومة بحاجة إلى دعم إغاثي، إلى دعم مادي، لذلك هم يطالبون بالتحرك. وكما قيل خلال هذه الكلمات التي ألقيت بأن معركة غزة هي ليست فقط معركة غزة، هي معركة جميع أحرار العالم. وهم يرفضون هذا الجسر البري ويطالبون بإنزالات ومد جسور برية.